مستمرين مع نبيل عماد دونجا لعيب الفريق الجديد، فكشف عن سعادته الكبيره جدا هو انضم لنادي الزمالك خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، طبعا جاي من بيراميدز. كتب دونجا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قال انه ده حلم اتحول لحقيقه وان دايما كان الزمالك هو الاختيار الاول. كمان قال ان دلوقتي مفيش خيار قدامه غير ان هو يدافع عن الوان الزمالك وان هو يسعد الجماهير الاعظم في مصر. اكيد احنا سعداء جدا جدا بيك يا دونجا، ودايما احنا بنشتري وبنحب اللي شارينا زي ما قلنا، وان شاء الله تحقق البطولات مع مدرسة الفن والهندسة الفترة اللي جايه.